بسم الله بقى هنبدأ موضوع جديد، موضوع مهم، هو آخر موضوع هنتناوله، بس أنا هقسمه كذا جزء. تمام، هقسم الموضوع يعني كذا مستوى يعني من الأجزاء، اللي هو الأوبجكت أورينتد بروجرامينج. فأنا هدي مستوى بسيط الأول هسميه كلاسز، والجزء الثاني هسميه الأوبجكت. ماشي، كتقسيمة طبعا من وجهة نظري أنا يعني. الكلاس اولا يعني ايه اوبجكت اورينتد بروجرامنج، عشان الناس ما تتخيلش حاجه مش غريبه يعني. الاوبجكت اورينتد بروجرامنج هو بارادايم، يعني نموذج او تصور، خلاص، از تو ديزاين ذا بروجرام، يعني عشان بس نصمم البرنامج بشكل مظبوط. تمام، بيستخدم فيه حاجتين اساسيتين وتحتيها تفاصيل، حاجه اسمها كلاسز وحاجه اسمها اوبجكتس. تمام، يبقى هو عباره عن بس مجرد نموذج لتصميم البرنامج وتقسيمه من خلال مفهوم اسمه الكلاسز ومفهوم اسمه الايه؟ الاوبجكتس. تمام، لكن في مفاهيم كتير جدا موجوده في الاوبجكت اورينتد تفصيليه للمفاهيم دي، زي الكلاس، الاوبجكت، الميثود او الفانكشن، الانهيرتنس، البوليمورفيزم، الداتا ابستراكشن، الانكابسوليشن، البروبرتيز، مش عارف حاجات كتير يعني. يعني في مفاهيم كتير جدا تفصيليه، الهايدنج داتا، اللي مش عارف، في حاجات كتير جوه الاوبجكت اورينتد، لكن اصل الاوبجكت اورينتد مبني على مفهوم اسمه الكلاس والاوبجكت، كلاس والايه؟ والاوبجكت. فلو مفهوم الكلاس والاوبجكت فيهم اي مشاكل، انت عمرك ما توصل للباقي، لان الباقي كله مبني على المفهوم ده اصلا. تمام؟ ازاي؟ How to design your program using classes and objects. ازاي تصمم البرنامج بتاعك باستخدام الكلاسز والايه؟ والاوبجكت. تمام؟ طيب هنبدا مع الكلاسز. الكلاس فعليا هو لا شيء، هي حاوي كونتينر. تمام، بنحط جواها مجموعه من الممبرز، ممبرز اعضاء، ممبرز ممكن يكونوا فيلدز او اتريبيوتس، اللي هي فاريبلز وكونستنتس والكلام اللي احنا اخذناه. فيها كوليكشنز اللي احنا اخذناها، ليست بتاع دوت، سيت، ديكشنري، حاجات من دي. فيها اجراءات او دوال، فانكشن، طبعا بحاول بالعربي، اجراءات، دوال، بيسموها حاجات ثانيه، وظائف، كلها مسميات عربي بديله، بس احنا بنقول فانكشن نعرف المصطلح احسن. ان الواحد ممكن يقول لي اجراء ما اعرفش يعني يقصد ايه، او يقول لي وظيفه انا اتخيل حاجه ثانيه. لكن عشان كده بنتمسك بالكلمه الانجليزيه، عشان احنا لينا ترجمات عربيه كتيره ومختلفه. في بروبرتيز اللي هي الخصائص، في ايفنتس، في غير اي حاجه تخص فئه معينه. ده الكلاس هو عباره عن الكونتينر ده بس. مش بقى سب السب والفانكشن على فكره هما الاثنين حاجه واحده، بس هي الفانكشن ساعات بيسموها ميثود، كل دي مسميات. بس الميثود او الفانكشن او السب كل دي مسميات لنفس الفكره، بس الفانكشن ما بترجعش قيمه بنسميها ساعات سب روتين، ساعات بنسميها بروسيجر. تمام، عشان ما بترتبلش فاليو، اللي بترتبلي فاليو بنسميها فانكشن، هما الاثنين بنسميهم ميثود. يعني ما فيش مشكله في المسميات دي، كل دي مسميات بديله. زي بالظبط عندنا في العربي لما اجي اقول اجراءات او اقول دوال او اقول وظائف او اقول برنامج فرعي، كل دي كلمات بالعربي معناها الفانكشن، وكذلك او الميثود، او وكذلك في الانجليزي يعني، عشان بس ما حدش يحس ان ايه ده في مفهوم اسمه سب روتين ما خدناهوش، في مفهوم اسمه بروسيجر ما خدناهوش، في مفهوم اسمه، هي كلها كلمات زي اللغه العربيه بديله لنفس المعنى. تمام، بعض اللغات بتفرق ما بينهم، بعض اللغات بتفرق ما بينهم، لكن اغلب اللغات هما الاثنين حاجه واحده. تمام، حد يرد؟ يبقى تمام. في مفهوم اسمه البروبرتي اللي هي الجيت والست، هنتعرف عليها. في فيلدز اللي هي الفاريبلز والليست والحاجات اللي احنا عارفينها دي. في ايفنتس هنتعرف عليها ان شاء الله. يبقى الكلاسز والاوبجكت. طب عرفنا الكلاس، او فاضل لي حته صغيره في الكلاس اقولها. الكلاس هو عباره عن البلو برينت، يعني حطوا فكره البلو برينت دي في دماغكم. يعني ايه البلو برينت؟ يعني التوصيف العام للفكره اللي بتنطبق على اي حد. بمعنى انا بعمل برنامج لطلبه مثلا، فبقول ده كلاس اسمه ستودنت، بحط فيه التوصيف العام اللي يمشي مع اي ستودنت عندي، بحط فيه التفصيل العام اللي يمشي مع اي ستودنت عندي. فالستامبري، الستامبري يعني التمبلت دي،
اسمها كلاس تنفع مع اي ستودنت. بقول مثلا في عندي حاجه اسمها كورس، فبقول الكورس الكلاس بتاع الكورس هو ستاندرد او تمبلت يمشي مع كل الكورسز. اما اقول انستراكتور يبقى دي الكلاس بتاع الانستراكتور اللي يمشي مع كل التمبلت وهكذا. ده الكلاس. المفهوم المعاكس للكلاس على طول المباشر يعني كانك قدام المرايه اسمه الاوبجكت. اسمه الايه؟ الاوبجكت. معلش انا بفهمك يعني ايه كلاس، وخدوا بالكم الاوبجكت اورينتد الكود بسيط ممكن اللي احنا عاملين نشرح فيه ده كله هي كلمه كلاس هنحطها قد كده كلمه واحده الجديده، لكن الفكر هو اللي كتير. يعني هتلاقوني بشرح كتير اكتر ما بكتب كود، لان الكلمه واحده اللي بتتكتب يعني في الاخر المفهوم ده كلمه واحده بس تبقى فاهم الكلمه دي عملت ايه وايه 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 وايه. فاهمني؟ عشان كده بتلاقي بعض الناس بتشوف الاوبجكت اورينتد ده هو موضوع بسيط جدا، ده هم كلهم الاوبجكت اورينتد كله لا يتخطى سبع ثمان كلمات، سبع ثمانيه كي ووردز او 10 كي ووردز بالكثير وخلاص. بس مشكلتهم ايه؟ كل كلمه منهم بتوديك في اتجاه، لازم تكون فاهم الاتجاه ده اللي وديتك فيه ايه. في نفس الوقت محدش يقول لي ايه اللي هتديهولنا الاوبجكت اورينتد ما اديتهولناش الجمل الثانيه، انا ممكن اعمل دي بالجمله. هي طبعا تديني حاجات اكتر بكتير جدا من الجمل، لكن هو متخيل انه يقدر يعملها بالطريقه الثانيه، يعني مش لازم يستخدم كلاس الاوبجكت واقدر استخدم بالطريقه الثانيه. اه صحيح، انت ممكن تقدر من غير ما تستخدم كلاس الاوبجكت ممكن تعمل حاجات كتير جدا بالجمل الثانيه. بس هنا هتديك امكانيات مش بس جمله جديده، لا امكانيات جديده. في فرق ما بين اديك جمله جديده وما اديك امكانيه جديده. زي ما اخذنا الفانكشن، طبعا كل حاجه كنا ممكن نعملها من غير الفانكشن صح؟ بس امكانيه الفانكشنز الرئيسيه ان بقينا بنعيد الاستخدام، نعمل ري يوزنج. نعمل ايه؟ ري يوزنج، اعاده استخدام. نعمل اعاده استخدام. تمام؟ كانت دي اهم حاجه عندي. طيب وبرده كانت بتدينا فكره تجزئه البرنامج لمشاكل صغيره، ودي مهم ودي مهمه جدا. ان انا مضطر ان اقسم البرنامج بتاعي لسمول بروبلمز، كل بروبلم بيحلها. لما جينا عملنا ايه؟ الافرج عملناه في فانكشن، السم عملناه في فانكشن، الستاندرد ديفيجن عملناه في فانكشن، مش عارف ايه عملناه في فانكشن، مش هنا ايه؟ بنقسم. طيب على المهم الاوبجكت احنا عرفنا الكلاس خلاص. فعليا الكلاس او ناخد مثال على الكلاس وبعد ما اخش في الاوبجكت يعني عشان نبقى سيبت في دماغنا الكلاس يعني. لو جينا اخذنا كده قلنا احنا هنشتغل على الكلاس. تمام؟ قلت كلاس، بكتب كلاس كده بس. تمام؟ ممكن تقوم تقالي ستيودنت، قلت ايه؟ ستيودنت. ممكن نكتبه ده مثلا بس ما عايزه. تمام؟ وكل كده انا عرفت كلاس. كده انا بدات اعرف كلاس. طبعا ممكن برضو اعمل له الدوك سترينج بتاعتنا. عادي جدا. تمام؟ ونكتب الايه؟ ال ستيودنت كلاس مثلا ونكتب ايه؟ اي كلام. عايزين بقى ايه نشرحه عن الكلاس ده وعن الوظيفه اللي بيقوم بيها و و و و و وابدا هنا كل اللي انا هحطه جوه ده اسمه الكلاس ممبرز. اسمها الكلاس ايه؟ هنا بنحط الكلاس ممبرز، الحاجات اللي الحاجات اللي خاصه بالايه؟ بالكلاس بتاعي. زي ما احنا هنشوف ان شاء الله مع بعض لما نتعرف على الممبر منه. بس كده انا عرفت الكلاس. كده انا اعرف ممكن اعمل الكلاس ده احطه جوه بس دلوقتي، عارفين بس يعني ايه؟ يا شباب عديها يعني كلاس فاضي، يعني كلاس ايه؟ كلاس فاضي. كلاس كده بتاع الستودنت ده كلاس فاضي. ده كلاس. الاوبجكت هو بقى احنا ما نقدرش نشتغل مع الكلاس كده بشكل مباشر. احنا بنشتغل فعليا مع تمثيل للكلاس بنسميه انستنس. انستنس. خلاص انستنس للكلاس، تمثيل للكلاس ده اللي نقدر نشتغل معاه. بنسميه التمثيل ده بنسميه الاوبجكت. يعني ايه؟ يعني ايه؟ هديكم مثالين يوضحوا الفكره كويس جدا عشان تبقوا فرقين جدا ما بين الكلاس وما بين الاوبجكت. هنا المثال اللي اديته هنا بقول فكره قالب الحلوى. لو انا مثلا عايز اعمل مثلا شوكولاتايه شبه الدب، شوكولاتايه شبه مش عارف ايه مثلا. بنبدا نعمل قالب، تمام؟ ممكن يكون من الحديد، من اي حاجه، انا ما اعرفش، من البلاستيك، من اي حاجه.
ننشئه وبعدين بنحدد حجمه والرسمه اللي عليه داخليا ومش عارف ايه ونحدد القالب ده تمام. بس فعليا احنا ما بناكلش قالب الحلوى ده ما بيتاكلش خلاص، لكن بناكل الحلوى اللي جواها. فالرسمه بتاعه القالب وتحديده وحجمه والرسمه اللي جواه والتظبيط والخصائص بتاعته دي ده الكلاس، ده الايه؟ الكلاس. تمام كده؟ احنا ما بناكلش الكلاس ده، ما بنعرفش نشتغل معاه. لكن بناخد الحلوى اللي بتبقى جوه القالب اللي هي بتاخد نفس حجمه ونفس رسمه ونفس صفاته. قطعه الحلوى بقى ذات نفسها اللي بتطلع دي هي دي اللي بنسميها الاوبجكت. تمام؟ لما نيجي عايزين ناخد حته حلوى ثانيه بنفس المنظر او حته شوكولاته ثانيه بنفس المنظر ما بنصممهاش من جديد بقى، مش هنروح بقى نجيب واحد خطاط عمال يرسم البتاع عشان يطلع لنا نفس الشوكولاته، مش هنعمل كده. لكن بنحطها في نفس القالب تطلع بنفس المنظر، نحطها في نفس القالب تطلع بنفس المنظر. نفس الصفات خالص. مثال اخر. لما اجي بعمل للستودنت كلاس، لما اجي بعمل للستودنت كلاس بقول ان في اسم، في تليفون، في عنوان، في سنه دراسيه، في نتيجه، في كل الحاجات دي موجوده في اي طالب، دي الحاجات الاساسيه في اي طالب. لكن الانستنس يعني انا اقول الموظف رقم واحد اللي اسمه رامي. الموظف رقم اثنين اللي اسمه رانيا. اللي كده انا ده انستنس بقى. هو الاستراكشر العام، عارف لما تروح تملى، لما تروح يقول لك انت عايز تقدم عندنا تبقى طالب، يقول لك يقول لك حط ادي ابلكيشن فاضي. ده الابلكيشن ده اسمك، تليفونك، عنوانك، مش عارف ايه، السنه، المؤهل، اللي شويه معلومات كتير كده وتوصيفات. التوصيفات دي بتمشي مع كل الطلبه اللي موجودين. لكن مسافه اما انت كتبت انا رقمي كذا، اسمي كذا، تليفوني كذا، عنواني كذا، بقت الورقه دي تخصك انت بس، انت بقيت تمثيل لكلاس اسمه للسيود، انت بقيت تمثيل للطالب. بقيت واقع فعل الطالب، انت اوبجكت. لكن لما اقول كلمه طالب واتكلم على الطالب ده كلاس. عام تندرج تحتيه كل الطلبه ويعتبر كل الطلبه تمثيل واقعي فعلي للايه؟ الكلاس اللي اسمه السيرت. وصلت فكرته؟ تاني كده بقى واضح. يعني لو انا عايز اعرف اوبجكت، طبعا انا هنا بره خالص. انا هنا كده بره الكلاس. عشان اعرف اوبجكت هو مثلا ايه؟ ستود 1 ستودنت الاول ماشي، نوعه ايه يا عمي؟ قلت له نوعه ستودنت، وافتح قوس كده واقفل. ده كده اول اوبجكت، ده كده ده بقى بعينه الستود 1 ده هيبقى طالب معين، هو عباره عن تمثيل كامل لكل الخصائص والمواصفات اللي موجوده في الكلاس اللي اسمه ستودنت. لو حبيت اعمل طالب ثاني بقول ستود 2 equal student. فلما اقول equal student اصبح ده برضه فيه كل المواصفات، لكن البيانات الخاصه به قد تكون مختلفه تماما عن البيانات الخاصه بالستودنت الاول. العمليات اللي هتتم، العمليات اللي هي الفانكشنز اللي هتتم على الستودنت الاول بتطلع بتاخد انبوتس مختلفه واوتبوتس مختلفه، وكذلك العمليات اللي بتتم على الستودنت الثاني بتاخد انبوتس مختلفه وبتاخد اوتبوتس مختلفه، ولذلك ممكن تطلع نتائج مختلفة رغم ان هي نفس البروسيسنج ونفس العملية. ده او دي الفكرة الأساسية او الفرق الأساسي ما بين يعني ايه كلاس، يعني ايه اوبجكت. يهمني جدا في الجزء ده ان يكون كل الناس مفرقة جدا ما بين مفهوم الكلاس ومفهوم الاوبجكت. حد ليه سؤال او مش فاهم كويس وعايز نعيد بطريقة أخرى أو أي شيء؟ ده بجد يا دكتور شكرا لحضرتك، يعني حضرتك وضحت جامد جدا. يعني انا سمعت شرح كتير اوبجكت اورينتد بس ما شاء الله عليك يا دكتور، شكرا لحضرتك، حضرتك شرحك وافي. يعني اهم حاجه فعلا الكلام والشرح قبل الاكواد عشان اساس. يعني صح، ما تقريبا احنا هنا ما خدناش ولا كلمه جديده غير كلمه كلاس، يعني كل حاجه ايه الكلمه دي بس الوحيده. بص كده الكود اي حاجه جديده، اي حاجه جديده. لا بس انا خدت بالي برضو من حاجه جديده بالنسبه لي اللي هي الاوبجكت اللي هو الانستنس، يعني الانستنس يعني مقصود لكن لا ده في المفاهيم لا تعتبر دي أيوه. لكن فعليا في كتابه الكود اقصد في الكتابه ما كتبناش اي كلمه جديده غير كلمه كلاس او مره بس ده كله بيستنى عدى مره. انا يهمني المفاهيم دلوقتي، فهي الاوبجكت كلها معتمده على فكره المفاهيم.
طيب كويس جدا. هل في اي، لو في اي حد عنده سؤال يعني يقول على طول. طيب احنا اتفقنا ان الكلاس طبعا احنا ما فيش عمليات دلوقتي لسه، الكلاس فاضي وبالتالي الاوبجكتس فاضيه يعني لسه ما عملناش اي عمليات. لو دخلنا في خمسه طبعا البرنامج هينتهي من غير ما يحصل اي حاجه. عشان كده بقول ان في بقى مفاهيم ثانيه داخليه، احنا اتكلمنا ان في حاجات داخليه للكلاس صح؟ اللي بتكون الكلاس، واللي منها بقى هنفهم اكتر تفصيلا الفروق الواضحه ما بين الكلاس وما بين الاوبجكت والتفاصيل. اول حاجه الكونستراكتور، انا معلش هاخره. تمام؟ في حاجه اسمها الانستنس اتريبيوتس، وحاجه اسمها الكلاس اتريبيوتس، وحاجه اسمها الكلاس ميثودز. تمام؟ الكلاس ميثودز. هبدا بالكلاس ميثود. تمام؟ هبدا بالكلاس ميثود. الكلاس ميثود اول سطر ده مكتوب. غلط. بيقول لي ان انا اقدر ديفاين اي ميثود، ميثودز يعني فانكشنز، زي ما انا عايز في الكلاس من خلال كلمه ديف العاديه اللي احنا خدناها. خلاص، وكل ميثود لازم، بس ده الشرط الاول، ده الشرط بقى خدوا بالكم، الشرط الوحيد اللي هيحصل معانا في الميثود. قال لي لازم الفيرست بارامتر يكون حاجه اسمها ريف. حاجه اسمها ايه؟ ريف. والمقصود سيلف، اسف، سيلف. سيلف مش ريف. ريف يعني شيء إيه؟ والسيلف، كلمه سيلف يعني لما اجي اعرف مثلا اقول ديف ديسبلاي انفو واسميها سيلف، وابعت بارامتر او ارجمنت اجباري اسمه سيلف. اسمه ايه؟ سيلف. والمقصود بسيلف دي الانستنس اللي هينادي على الكلاس. الانستنس اللي هينادي على الايه؟ على الكلاس. الانستنس اللي هينادي على الكلاس. والانستنس اللي هينادي على الكلاس